مرحبا، حلقة يوم الاثنين من لوج إن صارت جاهزة وحاملة معها أبرز أخبار السوشيال ميديا يلي صارت بالساعات القليلة الماضية، والبداية من مصر وضبط مصنع لتحضير القهوة من بودرة السيراميك، والفضول خلى برازيلي زيف موتو بس لحتى يعرف مين حيحضر جنازته. أما الختام فمع الخبر القديم الجديد وعنصرية أمريكية مرة كمان عم بتحرك مظاهرات بالبلاد. ما حطول عليكم، خلونا نبدأ فوراً أول خبر وأول لوج إن على فيسبوك. حالة من الجدل والصدمة وصلت لقبة البرلمان من بعد ما قامت السلطات المصرية بضبط مصنع قيل إنه عم بيصنع مشروب القهوة من بودرة السيراميك، ومن بعد ما انتشر هذا الخبر من الطبيعي إنه الناس تحس بشوية خوف. حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. إيه وشو بعد هالغضب؟ وشو حينفع غضب الناس على مواقع التواصل؟ هل كف شر الناس عن بعضهم؟ وين الحلول؟ وين الأفكار الخلاقة يلي طلع فيها هالأشخاص الغاضبين؟ هاي بعض التساؤلات يلي خطرت ببالي كتار من بعد ما ضبطت شرطة التموين مصنع بمحافظة الغربية شمالي القاهرة عم بيقلد إحدى العلامات التجارية لمشروب القهوة وعدة منتجات أخرى، وتم الكشف أيضاً أنه أجهزة الأمن لقت 5 ملايين عبوة مقلدة لمشروبات شهيرة وثلاث أطنان من الخامات الغذائية المغشوشة المستخدمة بصناعة هي المشروبات وأيضاً المنتجات، وتم التحفظ على ماكينات المصنع وتشميعه ووضعه تحت تصرف النيابة. وخلال الساعات القليلة الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو اللي عم بنشوفها حالياً للمصنع المضبوط، ومع تأكيدات أنه كان يصنع القهوة من بودرة السيراميك، الشيء اللي خلى أو يلي تسبب بصدمة كبيرة دفعت عدد من نواب البرلمان لتقديم طلبات لإحاطة داخل المجلس حول الواقعة، وأيضاً المطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين. ولكن يلي صار إنه رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية قال بآخر تصريحاته إنه لا صحة إطلاقاً لكل المعلومات يلي ترددت عن هذا المصنع المضبوط وكان يصنع القهوة من بودرة السيراميك، وأكد إنه الكلام مغلوط تماماً لأنه بيضر بالصناعة المصرية، وشدد على أنه المواد المضبوطة تم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية لحتى يتم تحليلها، ولاحقاً هي يلي بتحدد طبيعتها. ولكن بشكل قاطع أكد أنه من المستحيل أنه تكون بودرة السيراميك داخلة بالتصنيع لأنه أساساً ما بتذوب بالماء. وختم المسؤول بأنه المصنع تم ضبطه لثلاث مخالفات، هي العمل من دون ترخيص، تقليد علامة تجارية، والغش التجاري. ثاني خبر وثاني لوج إن على إنستغرام. بأوقات كتيرة ممكن يمرق بحياتنا أشخاص فضوليين، فضوليين يمكن بمعنى بدهم يعرفوا كل شاردة وواردة أو بدهم يتدخلوا بكل شيء سواء لهم علاقة فيها أو لا، ومثل ما بيقولوا كل شيء له حدود. ولكن شي مرة تخيلتوا إنه فضول شخص ممكن يخليه يطلق شائعة عن حاله بخبر وفاته لحتى يعرف مين حيحضر جنازته؟ هي كتير جديدة وغريبة. بموقف غريب رجل برازيلي فضولي زيف موتو كرمال يعرف مين حيحضر جنازته، وأعلن بالتازا صاحب 60 عام وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً أقام جنازة مزيفة لأصدقائه ولعائلته. وكتب أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من أصدقائه يمكن رسالة أعلن فيها أنه بالتازا غدر الحياة لحياة تانية مع صورة تم التقاطها أمام مستشفى ألبرت أينشتاين بساو باولو.
طبعا العائلة انصدمت كثير بهالإعلان، خصوصا انه هن بيعرفوا ما كان بحاجة لمشفى وما كان متواجد بمشفى، ولاحقا راح ابن اخوه للمستشفى لحتى يعرف تفاصيل، ولكن نفوا تواجده داخله واجتمع اصدقائه وعائلته بكنيسة صغيرة بمدينته الأصلية لحتى يحضروا يمكن اللي كانوا متوقعين أنه هو يكون جنازة. وبلش صوت بالتازا يروي حياته ليزعل الحاضرين ضمن مشاهد حزينة وهن عم يبكوا، وفكروا أنه هو عن جد مسجلهم مقطع صوتي وعم يسمعوه ليفتح لاحقاً أبواب التابوت ويطلع قدام الكل ويحكي أنه عمل هيك لحتى يشوف مين حيتواجد بهي الجنازة. هي العملة للصراحة أثارت استياء وغضب لكتار، مو بس من قرايبينه أو أصدقائه، ولكن حتى رواد السوشيال ميديا اللي سمعوا بها الخبر أو حتى شافوا الفيديو يلي كان مرفق فيه، وباختصار وصفوه بالأحمق. أنا مع هالخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية من لوج إن. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو حتى الفيديوز الترند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا أو حتى آرائهم، ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الأخبار وحتى الفيديوز والقصص الترند يلي حابين نحكي فيها. وعنا أنا موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماء الفضائية، ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.